قعدت أزغرط في إيطاليا على فكرة، ولا فرق معايا خالص. ماذا طلبت بسمة وهبي من ابنها بعد زواجه؟ أنا حما متساهلة جدا جدا يعني. أحلى لقب حبيته في حياتي. أصلاً أنا بكلم عبد الرحمن في التليفون، أيوة يا أمي، أقول له لا أنا أم العريس، قول لي أهلاً يا أم العريس. فبسمة وهبي عاشت فرحة بتحلم فيها كل أم، لأنه احتفلت قبل يومين بزفاف ابنها عبد الرحمن اللي تزوج من حبيبته نادين بإيطاليا، وتحديداً بليكوم الرومانسية بهالحفل البريثتيكينج بكل تفاصيله الصغيرة. أنا وحمات ابني اللي هي حبيبتي وصاحبتي مرمر حليم ما تدخلناش أبداً أبداً في ترتيبات الفرح. ترتيبات الفرح كانت نادين وعبد الرحمن. أنا حما متساهلة جداً جداً يعني، بحب نادين قوي، تها تعمل اللي هي عايزاه واللي هي حباه هي وعبد الرحمن. بس بالرغم من هيك، فهي لو رجع لها الموضوع كانت حبت أنها تعمل العرس بمصر على الطريقة المصرية التقليدية. قعدت أزغرط في إيطاليا على فكرة، ولا فرق معايا خالص. قلت لهم بصوا بقى هتقولوا لي لا وبلدي ومش بلدي، انا بقى بزغرط وحزغرط ولولولولي. هم حابين كده، ده فرحهم هم. لو انا بقى تساليني غير كده خالص يعني، احب اعمل انا الترتيبات ويبقى في مصر طبعا، واجيب كل الناس اللي هم بقى اعرفهم حتى مش صحابي، فنانين ومخرجين وصحابي واهلي وقرايبي وكل، بصي الشارع كله حازمه واهيص معاهم. هذه الفرحه اللي بجد، دي حقيقي الفرح. وطبعاً إطلالتها بهاليوم كانت ملفتة جداً، فهي اختارت هالتو بيس أوف وايت لوك عليه تطريز ناعم جداً من المصمم اللبناني كريكور جابوتيان. أما الميك اب فاهتم فيه الميك اب أرتست سامر خزامي، وطبعاً كملت هاللوك بطقم مجوهرات من الألماز والأميرالدز. ديكور طبعاً يعني هي إز ذا بيست، وكنت حابة قوي ان حاجته ناعمة تمتاز بالنعومة مش مبهرجة، وانا كنت عايزة ابقى في اليوم ده ناعمة، كنت عايزة ابقى الكاركتر شخصية ام العريس اللي هي مش مبهرجة. وراني كذا موديل وده اخترته، كان حلو وعملهولي حلو، وعلى فكرة عملهولي من غير لا اروح ولا اقيس ولا حاجة، وخد مقاساتي وعملهولي، وانا بعت جبته من لبنان ولبسته، وكان ما شاء الله يعني كان تمام يعني. وعلى قد ما بتحبها لزوجة ابنها، فهي حبت تستأذنها قبل ما تختار اعتماد هاللون. في حياتي بحب اللون الأوف وايت والوايت جدا بدرجة لا تتخيليها. لما لقيت ان الموديل ده عنده بيعمله من اللون ده بس، فانا استأذنت نادين، فقلت لها نادين تتضايقي لو انا لبست اوف وايت؟ قالت لي انتي ما عنديش العقد دي خالص يعني، بحب اعمل لها حساب طبعا. وكانت مامتها لابسه اوف وايت وخليتها لابسه اوف وايت، فعادي يعني. وعلى قد ما انبسطوا بهالليله، بس يمكن في شيء ما بيعرفوه الكثار، وهو انه صار حدث مؤلم قبل بفتره مع العريس خلى بسمه تنزعج وتتضايق كثير. الرحمن بعد ما قررنا يعني ميعاد الفرح تعب ظهره ووجعه جدا، وعمل عمليه في دبي. الدكتور للأسف عملها له غلط، عملها له في الفقرة الصح، وبعدين كان محتاج الحقيقة عملية كبيرة، فروحنا للبروفيسور في ألمانيا، بروفيسور كبير، وعمل له العملية، وقعدنا يمكن 3 أسابيع في ألمانيا على بال ما تعافى وقام بالسلامة وربنا يكرمه يعني. عمل عملية كبيرة قوي يعني، شرايح ومسامير وربنا يكرمه يعني، وكرمه تقريبا يعني. وبالنهاية حبت توصي ابنها عبد الرحمن على شيء. نصيحتي إن هو دايما يعامل مراته زي بنته، انه يحتويها، حن عليها، مش عايزة يزعلها ابدا، هي دي نصيحتي. ويخلف على طول على طول على طول. انا عايزة ابقى جدة، انا عايزة ابقى جدة. واق واق.